يعني أنا بصدق عايز أقول لكل مشاهد، إيه موقفك من يسوع المسيح؟ أغلى شيء في الدنيا هو أبديتي، أبديتي. المسيح قال ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وأخيرا خسر نفسه؟ مفيش أكتر من حق واحد في العالم، صح؟ هو حق واحد، وأنت مسؤول عن البحث عن الحق. ويوما ما سنقف أمام الله الديان العادل. فأنا بقول لكل مشاهد، أدي الحقائق بتكشف نفسها بنفسها، بتعلن عن ذاتها. أنا أرجو في اسم يسوع كل مشاهد النهاردة يقرر ويجي بس كده قدام الله ويقول له يا رب ساعدني أعرف الحق، ساعدني أعرف الحقيقة. أدي النبوة وأدي تتميمها، فإيه موقفي؟ أنا بقول لكل مشاهد تعالى النهاردة واركع قدامه وقول له بقبلك مخلص وفادي الحياة. أنا مش عايز أقول غير كده.